وتنضم إلينا من القاهرة هند الضاوي، الكاتبة الصحفية المختصة بالقضايا الإقليمية والدولية. سيدة هند، يعني بعد التحية، محددات الوساطة المصرية في هذا الصراع برأيك؟ بعد التحية لحضرتك وللمشاهدين، يعني مصر منذ اللحظات الأولى للتصعيد وهي تطالب الطرفين بضبط النفس، تسعى مع أشقائها العرب ومع أصدقائها في المجتمع الدولي للوصول إلى وساطة أو نقطة توافقية يمكن البناء عليها ما بين طرفي النزاع. تواصلت مع السعودية ومع الإمارات ومع جنوب السودان ومع الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والأمم المتحدة، كل هذه الأمور من أجل الوصول إلى تهدئة. ولكن هناك تحديات تواجه أي مبادرة أو أي تهدئة في الوقت الراهن، يعني أهمها حال طرفي النزاع في الداخل السوداني، القوات المسلحة وجماعة الدعم السريع تقبل بالوساطة في الوقت الراهن. من الواضح أن هذا الأمر مستبعد على الأقل في الساعات القادمة. هل الدول الكبرى وتحديدا في ظل الصراع الدولي يعني لديها رغبة بالفعل جادة في التهدئة داخل السودان؟ هذا سيحدد هل الوساطة المصرية يمكن أن تلقى النور قريبا وينصاع إليها الطرفين أم لا، لأن الأمر في السودان يبدو داخليا، ولكن هناك تشابكات إقليمية، تشابكات دولية تتعلق حتى بوضع إفريقيا حاليا على أجندة الصراع العالمي. تعلمي أنها منطقة تاريخية للقوى الغربية، الآن شهدت نفوذ للروسي والصيني. كل هذه الأمور لابد أن يعني تعتمدها أو تتضمنها المبادرة المصرية. أقصد أن النظرة يعني رحبة ليست ضيقة لكي نستطيع أن سريعا أن يعني نحكم على المبادرة المصرية. برأيك هل تملك مصر يعني أدوات ضغط أو وسيلة ما للضغط على طرفي الصراع؟ بالطبع مصر لديها يعني أوراق ضغط ولديها تاريخ مشترك من التعاون وتحديدا مع المؤسسة العسكرية في السودان، وحتى أن السيد حميدتي كان زار مصر منذ فترة. ولكن الأمر يعني في هذه المرحلة ليس بالسهولة، خاصة أننا في الأيام الأولى من الحرب. لابد أن يشعر يعني كل طرف من أطراف النزاع الداخلي أنه أرهق حتى يستطيع أن يتعاطى مع النداءات الإقليمية. مصر تتحرك في كل الاتجاهات وتتواصل مع القوات المسلحة بشكل مباشر، ولديها حدود مشتركة، لديها ملفات مهمة ومصيرية تربط مصير مصر بالسودان، ومنها ملف سد النهضة، وأيضا عدد كبير من السودانيين يعيشون في مصر، وكذلك يعني هناك بعثات طلابية. كل هذه الأمور وحتى المشروعات الاقتصادية اللي تم التوافق عليها ما بين الدولتين بعد إزاحة عمر البشير من الحكم، كل هذه الأدوات تستخدمها مصر الآن للوصول إلى تهدئة. أنا يعني الفكرة، هل يعني طرفي الصراع سيتعاطون مع مصر بنفس المستوى؟ هذا يعني تحدي في حد ذاته، لأن شهدنا أمس مثلا أن القوات المسلحة السودانية أكدت مرارا وتكرارا بأن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي، وهذا الأمر ينطبق على الجوار الخاص بالسودان والمحيط الإقليمي والقوى الدولية. يعني اليوم مثلا هناك هدنة قبلها السيد حميدتي، الجيش السوداني يعلق بأنه لن يسمع عن الهدنة من قبل، وبالتالي المشهد مرتبك بشكل كبير. كل الدول لديها يعني نقاط تلاقي مع السودان، مصر لديها أدوات وقدرات، ولكن في النهاية المشهد العام يحدده السوداني من الداخل ويحدده موقف المجتمع الدولي.